من خان يونس ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة الزميل محمد صبح مراسل الكوفية. محمد أهلا بك معنا. يعني بعد الحديث عن استشهاد 38 مواطنا بعد استهدافات متواصلة ومتكررة على خان يونس ليلة أمس، إلى أين وصلت أعداد الشهداء الآن، وهل هناك استمرار في قصف خان يونس ومحافظات الجنوب؟ هدأت الأمور داليا في مدينة خان يونس بعد ليلة عنيفة وليلة صعبة عاشها السكان داخل المدينة وتحديدا في المنطقة الشرقية للمدينة. الآن ربما جاء الدور على تشييع جثامين الشهداء الذين ارتقوا خلال الساعات الماضية وخلال الليلة الماضية، والتشييع عادة ما يتم بعد نقل أو بعد أخذ الجثامين من قبل ذوي الشهداء ودفنهم في مناطق أو في المقابر، وربما المقبرة الأشهر هي المقبرة الجنوبية من خلفي تماما، وهي قريبة إلى حد ما من مستشفى ناصر. بعد صلاة الظهر وربما قبل صلاة الظهر كانت العديد من العوائل وبأعداد كبيرة حقيقة، لأن هناك عوائل بأكملها استهدفت واستشهدت وارتقت، أكثر من 3 عائلات ارتقت خلال هذا القصف، أطفال، ربما 3 أطفال إخوة استشهدوا جراء الاستهداف المباشر عليهم، كانوا يبيتون في غرفة واحدة، ارتقوا ودفنوا في ذات الكفن وفي نفس الكفن الذي طبعا يعني تم وضعهم فيه من قبل العائلة، وأيضا عوائل أخرى منها عائلة الفرة وأيضا عائلة صبح وعوائل أخرى تم مسحها من السجل المدني بشكل كامل جراء الاستهدافات التي كانت ليلة أمس. وهذا أمر حقيقة بأنه لا يوصف إلا بالمأساوي نظرا لما شاهدناه ورأيناه وعايشناه، وأيضا استمعنا إلى حديث وإلى قصص هذه العوائل من أصحابها ومن ذوي الشهداء الذين تحدثوا لنا بمرارة عما جرى وعما كان يحدث خلال الساعات الماضية، تحديدا بعد دخول الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ إلى مناطق شرق خان يونس وإلى مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس. الأمور كانت هناك صعبة للغاية، القذائف كانت تنهال على المواطنين بشكل كبير، وهو ما أدى إلى وجود هذا العدد الكبير من الشهداء. ربما هنا ننوه إلى أمرين، الأول بأن هذه المناطق التي قام الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس كانت هي من المناطق الإنسانية وفقا لتصنيف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأنها مناطق خضراء، هذا يعني بأن القصف لن يطال هذه الأماكن، هذا يعني وفقا لما يقوله الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه مناطق آمنة لا يمكن القيام بعمليات عسكرية برية فيها. والأمر الآخر هو أن الاستهدافات كانت في لحظة واحدة، بدأت بغارات إسرائيلية من الطائرات الحربية ومن ثم توالت القذائف وكانت تحدث أصوات حقيقة ضخمة للغاية وانفجارات قوية وبشكل يعني قوي ومرعب، وأنه بدأ الدخول للآليات الإسرائيلي في هذا التوقيت وبالتزامن مع هذه الانفجارات التي كنا نستمع لها، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هنا لم ينذر سكان تلك المنطقة، وهو كما نقول دائما ما يفسر هذا العدد الكبير أو وقوع هذا العدد الكبير من الشهداء، ويعني ما خلفه ما ترتب عن عملية أمس هو تدمير واسع لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى مسجد دمر بشكل كلي وآخر دمر بشكل جزئي، بالإضافة إلى عمليات حرق كانت تحدث في المنازل التي كان يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتفتيشها. هذه أمور وهذه العمليات العسكرية ومثل هذه الأحداث بكل تأكيد هي دائما يعني تشعر السكان في تلك المناطق بالخوف الكبير. هذه العملية التي كانت ليلة أمس هي الثانية في أقل من شهر، وبذات التوقيت تقريبا، بذات التخريب، بذات القصف، بذات القوة الانفجارية من الطائرات التي أو الصواريخ التي كانت تلقى على المواطنين، هذه أمور هي تصعب الحالة والمعيشة في للسكان في تلك المنطقة. ليلة أمس كان هناك أعداد كبيرة من المواطنين الذين استطاعوا الفرار بأعجوبة كما قيل لنا أيضا منهم،
من القصف ومن طائرات الكواد كابتر التي كانت تنتشر بشكل مخيف في أجواء مدينة خان يونس بشكل عام وتلك المناطق بشكل خاص. كان كل من يتحرك كل متحرك بالنسبة لطائرات الكواد كابتر كان هدفا. والأمر الصعب ربما في هذا داليا هو أنه الحديث عن العائلات النازحة هو حديث بكل تأكيد كان صعبا الليلة الماضية، هذا ربما نظرا للأجواء الباردة وأنه العوائل لم تستطع الفرار من تلك المنطقة إلا ربما بحقيبة واحدة على الأقل تعرف هنا بحقيبة الطوارئ، ما دون ذلك لم تتمكن العوائل من سحب أغطيتها أو ما يكفيها من غذاء أو غيره، لأنه هذا أمر غير وارد على الإطلاق. قلنا بأنه الخزائف انهالت، وبمجرد أن انهالت الخزائف على المواطنين كانت الناس تفر من المكان نظرا لكثافة النيران التي أطلقت. الناس هنا كانت الليلة الماضية تعاني بشكل كبير جراء الاستهدافات، وكما قلنا كانت هناك شهادات وروايات صعبة وصعبة للغاية تحدث بها الناس من خلال ما حدث أو بعد ما رأوا ما حدث معهم ليلة أمس. والحصيلة النهائية عن الشهداء حقيقة لم ترد حتى هذه اللحظات من الطواقم الطبية ومن قبل الطواقم الدفاع المدني أو العاملة في الدفاع المدني، الذين يقولون بأنهم لا يزالون حتى هذه اللحظة يعملون في المكان، فيما يؤكدون بأن عدد من المفقودين لا يعرف حقيقة إن كانوا من الأسرى لدى الاحتلال، وهي العادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في أي عملية عسكرية، أو أنهم شهداء تحت الأنقاض لم يتمكنوا حتى اللحظة من العثور عليهم. داليا، نعم، إذن هذه مجمل وآخر التطورات في محافظات الجنوب. شكرا جزيلا لك محمد صبح مراسل الكوفية من خان يونس.